الحمد لك يا ربي إنه فدية قدرت تكمل الندر. أكيد بتكون اتضايقت وتعبت كتير، بس أختي قوية ما استسلمت للهزيمة. مشيت 20 كيلومتر من شان أخي أنيس. أي صحيح يا جماعة، رجلين فدية كلها دم وأكيد عم يوجعوها، بس مع هيك ما وقفت. هذا الندر تبع سندورة، هي كانت رح تكمله، بس شو نعمل ابني ساهر؟ للأسف داخت بآخر لحظة هالمسكينة. ما علينا، قيمونا منها وخلونا بالمهم، خلونا نفوت نكمل الصلاة. مدام، انت عن جد محظوظة كتير كونه في عندك كنة مثل هالمرة هي. الشي اللي عملته هالمرة اليوم مو ممكن اي حدا يعمله بهالايام. معظم الناس مستعدين يتقيدوا فيها، بس قلال يلي قادرين يكملوها على الاخير. لازم نكمل الصلاة وندعي لالله انه يشفي ويساعد السيد انيس. مين رح يعمل هيك؟ هلأ بما أنه ما حدا عنده مانع تعمله سندورة، فدية اللي رح تعمله الندر تم بسبب تعب فدية. مشيت 20 كيلومتر وهي حفيانة مشان تكمله، ولهالسبب بالذات فدية رح تكمل الصلاة. صحيح أختي؟ سيد فدية، هاتي من إيدك. بما أنه ما حدا غيري عنده اعتراض أنه فدية تعمل الصلاة، فمين أنا لحتى أوقف بوشكم؟ ما هيك سندورة؟ يلا فدية روحي وخلينا نكمل الصلاة.